السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات النظام الشامل وزيادة الطول. ولو عايز تنفذ أي حاجة من محتوى الحلقة يفضل يكون تحت إشراف طبيب متأكد إنها متوافقة مع الأنظمة الصحية الموجودة في بلدك. حلقتنا النهاردة خاصة باستفسار بيجيلنا على طول، بس قبل ما نخش في محتوى الحلقة بحب أشكر جميع الناس اللي استجابوا ومتابعينا الأحباء اللي استجابوا للحلقة بتاعت الطلب بتاعت الاشتراك في قنوات أبو نور أحمدي، وبنشكرهم على طيب متابعتهم وبنقول لهم جزاكم الله خير. نيجي بقى لحلقتنا النهاردة. سؤال يعني استفسار بيتكرر عندنا، ولقيته إن هو لاحظت إن هو بيتكرر كتير في التعليقات، اللي هو انا طولي 140، انا طولي 150، انا طولي 153 سنتي، هل انا كده اعتبر قصيرة ولا لا، وهل طولي مناسب للمرحلة السنية اللي انا فيها ولا لا. ده سؤال بيجينا دايما من البنات ومن السيدات، فاحنا النهاردة بنجاوب عليه الاجابة الوافية ان شاء الله، ونرجو انها تكون وافية لجميع الاستفسارات اللي من النوع ده. اول حاجة، ان الطول مبدئيا كده من سن 12 سنة، اضربي السن في 10 يطلع لك الطول اللي انت ماشية فيه كويس. يعني لو عندك 12 سنة اضربي في 10 يبقى 120 كويس، 13 سنة يبقى 130 كويس، 14 سنة 140 كويس، نفضل نزيد لحد ما نوصل ل 16 سنة 160 كويس. طب 160 ده بيمثل بالنسبة لي ايه؟ ده بيمثل متوسط طول المرأة العربية. يعني المرأة اللي هي في المنطقة العربية، في منطقة الشرق الأوسط، في اللي هو العالم العربي المتعارف عليه، 160 سنتي هو ده متوسط الطول. طبعا ممكن واحدة تيجي مثلا وصلت مثلا عندها بلوغ مبكر ايا كان، بتوصل مثلا 13 14 سنة وصلت 160، يبقى معنى كده انها طويلة؟ لا، لان ممكن بيحصل لها بعد كده ان هي بيحصل لها توقف في النمو نتيجه لقله الحركه، وانها ابتدت بقى تبقى انسه كده وعروسه صغيره وبتاع، وابتدت تحافظ على حركتها هنا وهنا، فابتدت حركتها تقل فبيحصل توقف في النمو. فمعنى انها وصلت 160 14 سنه، يبقى معنى كده انها تطمن انها وصلت للمتوسط، متوسط طول المراه العربيه، يبقى خلاص هي اللي بعد كده كل اللي جاي بعد كده خير وبركه. يعني 162 165 170 بقى هنبتدي نقول انها بقت طويلة. وخلي بالك كل ما انت زدتي في الطول كل ما فرصة الجواز يعني ايه بتقل شوية، فدايما خليكي في الايه في الحدود المعقول. انما طبعا اللي بتبقى لسه 135 سنتي و140 سنتي بتحتاج ان هي تستعمل برنامج لزيادة الطول، واحنا يمكن عملنا كذا برنامج للموضوع ده، وهنسيب الرابط بتاع السوبر شامل. السوبر شامل ده اللي هو بيبقى بيرتجى منه ان شاء الله 10 سنتي زيادة، هنسيب الرابط بتاعه، بيبقى فيه تطويل الرقبة، ودي من علامات الجمال في النساء، فبيبقى بالنسبة لي بيبقى مغطي كل حاجة. وطبعا اي حاجة بالنسبة لبرنامج زيادة الطول لازم تشوف الحلقة بتاعت المستفسرون المنفذون عشان تعرف البرنامج اللي انت هتختاره الاول، هنسيب الرابط برضو بتاعه في اخر الحلقة. يبقى مبدئيا انت ساعة ما انت وصلتي ل 160 سنتي فانت كده لا يعاب عليك، يعني كويسة ان شاء الله. بس هو في حاجة، في بعض الحاجات اللي بتبين قصر الطول. يعني انت لو طولك قصير يبقى معنى كده ان انت هتاخدي شكل البنوتة، وخصوصا لو الطول ده استمر معاكي هتاخدي شكل البنوتة الصغيرة، فدايما تبقي انت عاملة زي البنوتة الصغيرة. يعني ما ينفعش تبقى بنوتة صغيرة وتقيلة في الحركة، ما ينفعش تبقي مثلا طولك 150 سنتي ووزنك 80 كيلو، ما ينفعش، لازم يبقى الطول المناسب للوزن، ولازم تبقي خفيفة وفي نفس الوقت عاقلة. يعني ما فيش مثلا ايه تحرك بمعدل زيادة في المجتمعات وكده، لا تبقي راسية بقى، انما في النطاق العائلي وكده تبقي خفيفة، عشان الخفة دي بتساعد معانا على تحفيز الطول، ده غير طبعا التمارين بتاعة البرنامج. كده بخلص حلقة النهاردة، وأرجو إن دي تكون إجابة وافية على التساؤلات اللي بتوصل لنا من هذا النوع، وأستودعكم الله وبشكركم مرة تانية الناس اللي استجابت للاشتراك في قنوات أبو نور أحمدي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.